شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا متواجدين اليوم في ولاية تيسي مسيلت للوقوف على مدى انجاز وجاهزية الولاية للانطلاق في المشاريع التنموية. كان نذكر انه منذ سنة يعني من شهر نوفمبر السنة الماضية كان يعني انعقاد مجلس الحكومة يعني تحت توصياته يعني التعليمات التي أسديت من طرف السيد رئيس الجمهورية أن يقوم بمجلس الحكومة في الولاية، وين طلعنا على البرنامج التكميلي يعني بالتفصيل. البرنامج التكميلي فيما يخص قطاع السكن ماشيين اليوم كما شفنا أنه وضعنا الحجر الأساس تقريبا ل 2000 وحدة سكنية، وهي في الأصل 2320 وحدة سكنية. كان الوضع الحجر الأساس يعني في الموقع تاع 2000 وحدة سكنية. كل البرنامج التنموي والتكميلي اللي يعني كان وضع تحت تصرف الولايه فيما يخص قطاع السكن انطلقنا فيه، انتهينا من كل يعني لاباسيون دو مارشي لا بروسيدور يعني الكونتراكتويال. الان الميدان كل التعاقدات اللي درناها تقريبا بالنظام 3 في 8، هذا اللي راح يخلينا نسرع في انجاز كل هذا الكم الهائل من السكنات. ولايه تيسي مسيلت اللي الان ماشيين باش يكون فيها قطب حضاري كبير، 794 هكتار الموجوده يعني في القطب الحضاري. قرار شجاع اللي كان من يعني السيد رئيس الجمهوريه قام باش يعني ادى تعليمات باش نقوم بلا ديستراكسيون تاع الاراضي في ولايه تيسي مسيلت، لانه صنف في تيسي مسيلت اي انسان يعني اي مشروع سكني ولا يعني تاع استثماري باش نقوم ببنائه اما اراضي فلاحيه او اراضي غابيه. كان قرار شجاع، قمنا يعني تحت توصيات السيد رئيس الجمهوريه قمنا بلا ديستراكسيون تاع هذا القطب الحضري اللي راح يمنح رؤيه عمرانيه جديده في ولايه تيسي مسيلت. سي ليكستونسيون دو لا فيل لانسيان فيل دو تيسي مسيلت دالي رياليزي ان بول دو 794 هكتار. اليوم المرحلة الأولى لو بوز أن يعني المنطقة العمرانية الأولى اللي راح انطلقنا فيها في تجسيد فيها السكنات وتجسيد فيها الانطلاق في لي فيير دي يعني الطرق والشبكات المختلفة. كنا اليوم في الموقع القطب الحضري اللي راح ندعمه بالتجهيزات العمومية في خاصة فيما يخص التعليم. نستنتج من الدروس من الاخطاء اللي كنا نقوم بها في الماضي انه نعمل سكنات ونتغاضى على انجاز التجهيزات العموميه حتى في الاخير. اليوم في القطب الحضري تاع تيسي مسيلت راح ننطلق ان شاء الله فيه برنامج لا باس به من التجهيزات العموميه، راح نقوم ببرمجته. فيه ست يعني سيز ايكول بريمير، فيه اثنين متوسطات، فيه اثنين ليسي، وفيه مركز للشرطه وبولي كلينيك. راح نجسدها في ارض الميدان، وراح يكون بهذه الطريقه راح يكون الانطلاق في السكنات وفي التجهيزات العموميه بنفس الوقت. اذا شكرا سيد وزير. اذا هي مشاريع حيويه لفائده سكنات ولايه تيسي مسيلت. شكرا اليكم.